هذا هو حصاد هذا الصيف، لسه مزهرة. هذا هنا يعتبر الشيلي أو البسبس الحار والبابريكا. نلاحظ هذا كله سماد طبيعي، لا أستخدم أي سماد كيماوي. وهذا هنا المانجولد، طبعا هذا أستهلكه كل أسبوع، منه أوراق، الأوراق الخارجية، وينمو يعني. نلاحظ هنا المجموع الخضري، وهنا الإزهار والإنتاج. هذا الفلفل الحار، إنتاج بشكل كثيف. الطماطم، لدي عدة أنواع الطماطم. هذا الخيار، لاحظ الإزهار، هذا هنا الآن إزهار. الكوسة، فالسر هو هذا. طبعا استخدم انا فقط الصماد الطبيعي. هنا نلاحظ كل مخلفات الحديقة الذي هنا نضعها هنا، هذا في الكومبوست، يتحلل مع الوقت، يعني معرض للأمطار والشمس. اي مخلفات الأشجار اللي في الحديقة نستخدمه كومبوست نباتي. هذا هو الناتج، نلاحظ هنا هذا بعد التحلل نخرجه له هنا، يعني طوال السنة نجمعها هنا. كل سنة نجمع جميع المخلفات الحديقة من أوراق إلى هذا المكان. غير ذلك أستخدم لها كذلك الكومبوست مخلفات المطبخ، الخضروات والفواكه. سأضع الرابط لدي هناك فيديو في الصفحة، سأضع الرابط في الوصف. هذا فقط أستخدم لجميع الخضروات الذي أستهلكها في المنزل فقط، سماد طبيعي فقط. ونلاحظ هذه هي النتيجة، لا تحتاج إلى سمادات كيماوية. أنا لا أنصح دائما باستخدام سماد كيماوية للأشياء التي نستهلكها. فهذا هو التسميد العضوي المحلل اللي هو الكومبوست. كذلك الكومبوست يمكن أن تصنع حفرة، مثلا إذا لديك مثلا حديقة خارج المنزل وتزرع فيها، فحاول مثلا في بداية فصل الخريف والشتاء أن تحفر حفرة، ودائما مخلفات المطبخ، الخضروات التي لا تحتوي على ملح أو زيت أو غير مطبوخة، يعني الأشياء الطبيعية، قشر الموز، قشر البطاطا، بواقي الخضرة، بواقي السلطة، دائما تحفر حفرة وتحطها، وبعد ذلك تضع التراب عليها. في هذه الحالة يتحلل هو داخل التربة، وبعد أن يأتي الربيع تقوم بتقليب التربة حتى يختلط مع التربة أينما تريد الزراعة، وهذا يقوم بتنشيط التربة ويكون سماد عضوي، وبعد ذلك بإمكانك الزراعة مباشرة. كذلك سأريكم الذهب الذي لدي، هذا الذهب لدى المزارعين. هذا هو الكومبوست الذي صنعته في البيت، نلاحظ ما هو، يكون رائحته زي التربة، وهذا هو بعد التحلل. هذا هو الذي أستخدمه لجميع الخضروات. الشيء الثاني هذا أوراق الأشجار في الخريف، أقوم بتجميعها وضعها داخل أكياس بحيث يكون رطب، لدي فيديو يشرح ذلك كذلك. فهذا هو السماد الطبيعي الذي أستخدمه. الشيء الثالث، وهذا يعني نادر، أجمع دائما تفل القهوة، أقوم بتنشيفه، هذا الآن لسه رطب لكن أقوم بتنشيفه، بعد ذلك أوضع على النباتات. فهو سماد نيتروجيني وطبيعي، مثلا للنعناع نلاحظ أي نبات يحتاج مجموع خضري، هذا هو سماد نيتروجيني، أو أوراق الشجر. فهذا السمادات بإمكانك استخدامه كذلك أشجار الزينة، ولكن أنا أستهلك هذا فقط للخضروات الذي لدي. هذا، ونتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو. فتابع القناة ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو لتعم المعرفة.